يقول لي ده مجدي سألوني كسينا شنو رفع وجرت ايه كسكتو جنال شكرا جزاك الله خيرا بارك الله فيك مسعود ربنا بارك يوتي لما لما يسوى انو تقدي يسنو وانو قد يسن قسمي اناشيدا كا اناشي شاعري وانا سنبيتني يوغان بوي موي تغرتي افان عربتي تنخريا تاني يورب ان شاء الله تعالى قد يسنا بارك الله فيكم مرحبا بكم قد يالا جزاكم الله خيرا مرحبا جزاكم الله خيرا السلام ورحمة الله وبركاته
والدي علمتني يا والدي علمتني اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم يا والدي ربيتني يا والدي ربيتني وبحسن ابيك سلطاني شكرا اليك يا والدي شكرا اليك يا والدي انت الذي سخرتني اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم وبلان تنيادا حفلتنا جديادا وبلان تنيادا حفلتنا جديادا بوتيتن جديادا حفلتنا جديادا بوتيتن جديادا حفلتنا جديادا حفلتنا جديادا حفلتنا جديادا قالوا لتن جديادا حفلتنا جديادا دبركنا جديادا حفلتنا جديادا دبركنا جديادا حفلتنا جديادا يولتن جديادا حفلتنا جديادا يولتن جديادا حفلتنا جديادا يقف قدام جديادة حفلتنا جديادة يقف قدام جديادة حفلتنا جديادة وفديران جديادة حفلتنا جديادة وفديران جديادة حفلتنا جديادة أرسف يرتين جديادة حفلتنا جديادة أرسف يرتين جديادة حفلتنا جديادة وبلان تنديادة حفلتنا جديادة وبلان تنديادة حفلتنا جديادة ربي يوم أتينا ميهم باسول ربتي دينا ربي يوم أتينا ميهم باسول ربتي وبلان تنديادة يوم دينا تنا باسا وبلان تنديادة يوم دينا تنا باسا وري ربي تزكينا يوم دينا تنا باسا وري ربي تزكينا يوم دينا تنا باسا يا ربي تزكينا يوم دينا تنا باسا ما شاء الله كان ربنا بارك فيك يولد انت لا بنا ان شاء الله بارك الله فيكم لما استغدان تسديس وان ودي يا رب ان شاء الله تعالى قسمي سيران واخري سيرا جولني اساو راساو رسولك عليه الصلاه والسلام جيرني ساتي فكني بعد ديما يروانو شيك يا رب ان شاء الله تعالى ورك الله ماني مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال أين ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب ولد في مكة المكرمة سؤال في أي يوم ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب ولد في يوم الاثنين سؤال ما هو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سؤال متى مات ابو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب مات هو في بطن امه سؤال متى ماتت ام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب ماتت وهو في السادسة من عمره سؤال متى مات جد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب مات هو في السنة 8 سنوات سؤال متى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ جواب بعث الله عمره 40 سنة سؤال ما أعظم معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب القرآن الكريم سؤال متى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب في
ما شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ربنا بارك يوتي إيران واسوف رسولك عليه الصلاة والسلام بعد ساعة لساعة وقت أن دلت قافني بيها وبعدين واسوف إيران وشيك يتربى بارك يوتي والي تنوانا خسمي مي تنوانو توحيد توحيد أجول لربك سبحانه وتعالى تقوم ما يساوان الأسوا سوني إيران واسوف تيم الأرديدين تولى مالين مرحبا ديانا بارك الله فيكم سألا جوغا ديانا شوفوا دي فرقة مرسون أجل على كاميراسون فولو تدرى فولو تدرى هيا اسال غفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم ربنا سبحانه وتعالى تولين الى يولي ورا ربته قص توحيد وكما ربنا سبحانه وتعالى شرك اماني ربي هدى كم يلعبونا سنه تبارك الله فيكم وانو تغديس يا رب ان شاء الله تعالى قسمي حديثا اساو شيكي رسولك صلى الله عليه وسلم مؤخريد رسول الله ومن لن يبدل افان وفقا نفهم عليه تنمغلت كانت يزين وجير تمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ربي حديث وبيله قراني رضوك كنتي ما تغفلت ان سمعتنا عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران علمه رواه البخاري ان سمعتنا عفان غدواريني رضي الله عنه ربي لتغلت عنا قال اسمع ويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ربي نقاف نعرشتين قبايسة عنا ويري خيركم كيسا كنم كمور خير كخبو من تعلم القرآن ننقراك تنبرته وعلمه ومن لنا برسيسنا تفر غير خبي النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري حديث لبخاري قواري حديث لم يشدو كان من ليس انتمو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم عن عمر بن الخطاب وأن رقوريني رضي الله عنه ربي لترالت إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نقاف نعرفتين قبيسة إنه وايده إن الله ربي قدياني يرفع الفوداني
حديث لمسلم الدوري حديث سدسيتو كان ملي سنتمو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سار الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم عن أبي هريرة عن رغواري رضي الله عنه ربي ترى لك إنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي ربي نقاف نعرفتي قبيستين قال وايري من ننتجي سلك ديني طريقا كرا يلتمس فيه علما علم تنبر ديني سال الله له ربي نسب لسافي به نمسني طريقا إلى الجنة كرجى النارب نسب لساف رواه مسلم حديثا لمسلمي قواري قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة نبي جي ربي نقاف نعرفتين قبيستين وايري الماهر بالقرآن ننتجي ما يرقى قرآن كتن برده حفظهبو مع سفرة الكرام البرى الملائكة نيني والنتي النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن كتن برده تعمل في الرب ورسل متجد آمين بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ما شاء الله لا تلو راجب سنة ما شاء الله بارك الله فيكم جزاك ربنا بارك يوتي عند الدهيد الساتي والدك نسيت فرح ودينك ربيتين وعد سوان وديسنو قسمي إن شاء الله تعالى أكي جبابان أكي جبابة تكونير نباو أنا شيد وان شاعري كافوران كأخريان كقرآن كي تنتي سببا قوا كقرآن كي رادي ما كان راسا واسون قديس يورب مرحبا وعي قسم لي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ما دام الوقت ما لا بأس به طال سبلا النفوذي أكيد سعر جيف النوتي أم تكوكين لايني خجل الفرد لايني أكتر كتوشة أي نمسدين كبا أتن قروس أنتي متى تخوك عندي سونجيني في بس كفاية توشة هاي خجل هذا كلام ديرا كتابة كانت تلات كان خبر دربتوشا وكان خبر ايه والموت في سبيل الله أسمى منينا
ما شاء الله، جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم وبارك الله فيكم. يولتنا ما شاء الله انا كما عنا اخر تي وانا جايبا يوسف سنه رجيت زايد ساتي تبينا نفهم سيزو كتابي صح قريبوني. مرحبا بينا لهم. واني تنو انا قسمي تان دي بي رب ان شاء الله تعالى ارموان بالله وتا وانو بالله في امتحان قران كي تحفيظ انا اوفيشالي تحفيظ كان ما واصل عفتو هدف قدام بنانيفتو قم سنين قد يساني واني قد دون ارمات اساسانية القبلي في قرآن كي قرآن كي سيو رب ان شاء الله تعالى اتقد لي انا قرآن كي سنتا يسين اردي دين تنيني تامو امتحان الرافون امتحان اللي ناكين اتبوه ورى جزا قرآن يافوري قالوا لي وانا سنين مجرتا قدال كان سنين مدى جيسا قلي تارل اركا خبت كامل اللي جزا قرآن يافوري اللي قرآن كي نص اچوان دي قوتر الجر جزاك قتر الجرا جزان صدوم القران كيني جزاك قران يافوري كمن سوره الانبياء ايران وبلاوات وان دي بيتنا على قسم لمس وخد لمس ور جزاء سغلي ومن يقنط الرب اللوات وان دي بيتنا على ور جزاء سددي كان الله وما انزلنا على قومه من بعده من جند وان تنوا على ور جزاء افوري جزاء سدي بعد سني جزاء تقوت تنان يا رب ان شاء الله جزاء فوري جزاء شني جزاء جها ورسو شفت يا رب يا رب نسب السقيا وقتك يا ما تجران وانو قد يسنما ور جزاء كوداني افوري عيسى محمد علي عيسى سؤال يا رب ان شاء الله تعالى وانو تكنن شيخ داود سؤال تكنن عيسى محمد علي مخاك انا ورد خاك صحيح قرفة كاتي عيسى عيسى كده قرت عيسى يوم قبل هاي جزاك الله يا فوري من سورة الأنبياء أشيال أشيال أنبياء يال كم سايو الشيخ ابدأ من قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر
مد عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فقالوا ربنا إنا أضعنا سادتنا وكبرانا فأذلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وأنا يا رب إن شاء الله تعالى يتنوانا يا عمل لنا سؤال كافل
جزاكم الله خيرا. اسمي رومانا محمد نور، بفضل الله يا رب ان شاء الله تعالى. ما ادري أعوذ بالله من أنجل ون كي كلامي كي كلامي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في ضلال قد كنا بل كنا ظالمين. قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. حسبك حسبك. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني ليكفر بالله وأشرك بما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حسبك حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعترات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ما شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. يا رب إن شاء الله تعالى قسمك يا رب ده وأنا تنوانا جزم كرنا فرانكنا كيس أمباني برضو. يا رب وأنا تنوانا جزاك الله فراني.
Falsana Muhammad Nur. Falsana. Ya. Filsan Muhammad Nur. Maka aku harap ini di mana sampai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يجهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وإذ طرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه بقادر على أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي
ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حسبك بارك الله فيك. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. أحسن الله إليك. ربنا بارك أيوتي نان وخليتي فلسا خانس من الله من أقصى وانو بالله وتا دفعا لميسو تا قراء قرآن كيم تحان رهولا ورغم تلسقا تسعة أجزاء وان بالله وتو فمن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا جنو بالله ورب إن شاء الله تعالى وانو تغطي سنو ورجزاء سقالي مزمل آدم رشيد مزمل آدم رشيد جيخ داود فضل جالس ابدا من قوله تعالى بسم الله ابدا من قوله تعالى قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون فقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا ما يشتغل ما يشتغل هذا عبد الله ما يشتغل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون قالوا أنطقنا الله قالوا أنطقنا
الله الذي خلق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستأثرون أن يشهد عليكم سمعكم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون جزاك الله خير بارك الله فيك ربنا بارك الله فيك مزمن آدم رشيد جزاه الله خيرا ايوان قد يشنا ما جزا ورا جزا سديدي ثمانية أجزاء شعيبي محمد صلاة كان واخر يربي إن شاء الله تعالى جزا سديدان إذا فبالله وطوما أنزلنا على قومه أجل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد تضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتقلبنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو باللبق الأعلى ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى نزلة أخرى عند سدرة الموتى عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا بارك الله فيك جزاك الله خيرا وحسن الله إليك ربنا لك الجزاء وأنا جزاء سيدي محمد أمين شيخ عبد القادر محمد أمين شيخ عبد القادر وأنا تقعدي سنة مرحبا وما أنزلنا على قومه مرمى جزاء سيدي سني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينظرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب حميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمطرون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بعور عين. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك
القدوس العزيز الحكيم هو الذي خلقكم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا به وهو العزيز لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم حسبك بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فلا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وعيدا وجعلت ومن ذرني ومن خلقت وعيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع العزيز كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا حسبك بارك الله فيك جزاك الله سؤال نعم جزاك الله خيرا بارك الله فيك ربنا بارك في المحضرين شيخ عبد الرشيد عبد القادر وارتنا انا دفعة جزاء فري ور جزاء فري ورب نقول الله وتا كجزاء فر يلا إرام فتي يلا دي ماشي قال فما خطبكم يال وان وديس يا رب ريم مسعود محمد نور بسم الله على ما قطوكم يعني صح ابدأ من قوله تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من
حسبك جزاك الله خيرا. ابدأ من قوله وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه قعدوا يقولون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن تجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله رسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حسبك جزاك الله خيرا. ابدأ من قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فأقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك. حسبك جزاك الله خيرا. حسبك جزاك الله خيرا. أحسن الله إليك. خلاص مسعود جزاك الله خيرا. أحسن الله. أسماء شيخ مختار جمع فعصو بيدي عارف وحب وكوفة باكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين
جعلته كالرميم إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين حسبك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي خالق والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الضحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ربنا بارك فيك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا مسعود آدم رشيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله
بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عزوك ما شاء الله. كلا بل تحبون العاجلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة أظن أن يفعل بها باقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ حسبك ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ونفس وما سواها. والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها فألهمها فجورها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يغفرها. ما شاء الله جزاك الله خيرا. رب بارك فيك. حسن. وعليكم الرب ان شاء الله تعالى. محمد عبد العزيز وراء جزاء سعدي محمد عبد العزيز فيما محمد محمد عبد العزيز جادل جزء سديه ثلاثة أجزاء تقول ثلاثة أجزاء من سورة الجادل. محمد عبد العزيز عبد العزيز محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز والذين جاءوا من بعد
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى فكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. شكرا جزاك الله خيرا.
فينا ولا كيفينا محمد عبد العزيز وان ودي اسم ورا جزاء سبيه نعيمة شيخ آدم نعيمة شيخ آدم قرى جزاء سبيه سيئة دي اسم ورا كمه فيه نعيمة شيخ آدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أشتاتا ليروا أعمالهم أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ما شاء الله رفونا ما شاء الله بارك
بارك الله فيك. خيرا بارك يا سبورة. ربنا بارك أيوتي نعيمة وأنا تنوانا يا رب إن شاء الله تعالى دفعة جهيسو ورا جزء واحد ورا جزء دكو جزء دكو كتشون قرآن كي عما يلباناني سنتي يا رب لتنوانا رياقة عمر رياقة عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينذر المرء ما قدمت يدا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سورة قريش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش لإلافهم رحلة الشطاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما شاء الله بارك الله فيك. نعم ما شاء الله يا ريانني عمر زائدة ما شاء الله بينا بيو ما شاء الله جزاه الله خيرا ربنا خيرك كنوفي وانا تنانا يا رب ان شاء الله تعالى وانا تنانا يا رب بداية من سورة الانشقاق الى سورة الناس بداية من سورة الانشقاق إلى سورة الناس. ما تحت البروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد لا أقسم بهذا البلد لا أقسم محمد أمين محمد ابن جلوة لا أقسم بهذا البلد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلاقتحم العقبة تدرس فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا يتيما ذا مقربة ألهاكم التكاثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون تدبس لترى لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ حسبك بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في صدر وأرسل عليهم طيرا أبابي ترميهم بحجارة من سجد فجعلهم كعصف مأكول. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك هذا مين؟ بالله بارك الله فيك جزاك الله خيرا. وانا تلمان وانا عبد الواحد آدم عبد الواحد آدم تلمان والرمكان وهم كان عبد الواحد آدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس
الفراد مبثوث وتكون الجبال كالحصن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه رحمة عبد العزيز سيلة ورم صورة الانشقاقين يا لاتي تجرب بالسؤال إن شاء الله هلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك
الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من خوف. وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. من خوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. صالح شيخ ساخ بلا ما بيو زايد هسه صالح ما شاء الله وكان. إذا كان أبوه حاضرا فليجتهد في تعليمه تمام صغاره زايد هسه برر مجرى مسلم تدار كده ساعة دهسة ما شاء الله وكان. أشيد الأخيرة أناشيد من شوق رانكيلان روباتي يولدنا تناشيدا وختمة لقف أرون واسيتي كذا ساعة أرجع من يا رب إن شاء الله تعالى انتهى أخي ما بعد هذا بعدك أرجع من جد ترجع وانا هدول يا رب يا ولدنا نو خاتمة ميشو حفلان تينا خاتمة إن شاء الله تعالى ميشو أنا وضبط بعضني كان خاتمنا كان مكان تبادي كرلا له لامبيكم 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 أنت أمي أنت أبي أنت أمي أنت أبي أنت الذي ربيتني ربيتني علمتني ربيتني علمتني أحييكم تحية سلام الله عليكما سلام الله عليكما جزاكم الله الخير الجزاء جزاكم الله الخير الجزاء أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم أنت أمي أنت أبي أنت أمي أنت أبي أنت الذي ربيتني ربيتني علمتني ربيتني علمتني نعيكم تحية سلام الله عليكما سلام الله عليكما جزاكم الله الخير الجزاء جزاكم الله الخير الجزاء سلام الله يا أمي سلام الله يا أبي سلام الله يا أمي سلام الله يا نحن بنو الكرام نعتز بالإسلام سلام الله يا أمي سلام الله يا أبي سلام الله يا أمي سلام الله
الله يا أبي نحن بنو الكرام نعتز بالإسلام. ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ربنا بارك في امتحان حفلاتي الناقر يقول لي تقنى النوباتي يا رب إن شاء الله تعالى نقائنا في سنة مقدرة جيدة يا رب الوالدينتي قالوا لي واحد يسلحتوا إنالك أخذي وليجوا جهدا إن شاء الله تعالى وعلموني يقول لي أنا بارك في يوتي والدينتي إنسان يقول لي كل إيدي جيدة ونعم جيدتي أخام الله يا رب الأمير سيكون جيدة أخرين وانا ولد من الله وعلي بعد احد الله وقاتل من 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 الله وقات